بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. الا التاريخ تكلموا معانا في اي حاجه، نختلف في اللعيب ده راح هنا جه من هنا، الا التاريخ. والا التاريخ البعيد قوي، الا التاريخ اللي الناس المعاصره ما عاشتهوش، والتاريخ اللي انعكاساته ودروسه ومعانيه بتمثل وميض للمستقبل، الا التاريخ اللي فيه دروس ومعاني الناس هتعيش عليها كتير، التاريخ اللي احداثه فات عليها حوالي 100 سنه وبتمثل دستور حي لكل الاجيال المسؤوله في النادي الاهلي حاليا واللي جايه. وانا قلت لكم انه من مزايا النادي الاهلي الكبيره الحقيقه انه هذا التراكم في مواقفه وتجاربه وقرارات مسؤوليه وقياداته ورموزه بتمثل فيما يشبه الدستور لكل الادارات المتعاقبه. اللي بيتصرف النهارده باصص على العمق التاريخي، اسلافه اتصرفوا ازاي في مثل هذا الموقف وما بيقدرش يعيد عنه، لانه تقريبا يتقال باستمرار لا ده كده مش النادي الاهلي، لا النادي الاهلي ما يعملش كده، النادي الاهلي ما يعملش كده بناء على ايه؟ هذه الصورة الذهنية المستقرة عن النادي الاهلي. باشمهندس حسين حجازي ابو الكرة المصرية تقريبا، وذكرنا الواقعة بتاعته، له واقعة شهيرة جدا. عشان نقول لحضراتكم حسين حجازي ده عبقريته انه لما لقب انه ده ابو الكرة في مصر، لانه تقريبا اول حد مشهور كبير لعب كرة قدم، اول حد لما كون فرقه اسمها فرقه حجازي، راح النادي الاهلي فرقه حجازي معاه، جمهوره معاه، لما حصل اللي حصل وراح الزمالك خد انصاره بفرقه حجازي معاه، فحد بيتحرك بجمهوره. ده حسين حجازي رائد الكره المصريه وابو الكره في مصر. الناس اللي بتتكلم على انه الاهلي ما بيتشطرش الا على الضعيف، الاهلي ما بيتشطرش، يعني ايه ما بيتشطرش على الضعيف؟ الاهلي ما بيجيش الا لو ليه مصلحه يغض الطرف عنها. ده الاهلي تقريبا ما بيجيش الا على اللي على الجامد كده دايما وابدا. الاهلي ما بيضربش الا الضربه الكبيره، ودايما وابدا ربنا سبحانه وتعالى كما لو كان بيكافئه على مواقفه. ما من موقف اخلاقي الاهلي انحاز له وعاقب الكبير قوي الا وانتصر للمبدا ونجح رياضيا وخلق البديل. وقعة حسين حجازي يا باشمهندس ايه مناسبة الكلام عنها؟ خلينا اقول مناسبة الكلام ان في حد في في في, في ضيف لاحد البرامج انتمائه كان معلن من مدة، حاول يفسرها من وجهة نظره بطريقة مغايرة لما حدثت به. تعالى الاول هنقول للناس بس عشان اللي ما عندوش فكرة عن الواقعة، حسين حجازي كابتن النادي الأهلي في كأس السلطانية النهائي سنة 28، الأهلي بيلعب مع الترسانة، الأهلي خسر الماتش، لعيبة ما طلعتش تاخد ميدالية المركز الثاني، وده عشان تعرفوا يعني ايه المبادئ، اللعيبة ما رضيتش تطلع تاخد ميدالية بقيادة الكابتن حسين حجازي، رفض يطلع يستلم، فطلعوا اتنين لعيبة بس طلعوا اتنين لعيبة بس خدوا ميداليات الكل معاهم. فمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة وقتها جعفر والي باشا، واحد من رموز الأهلي العظماء الحقيقة، اجتمع في جلسة طارئة وعاقب حسين حجازي لأنه كابتن الفريق، واتقال إنه ما كان للاعبين أن يمتنعوا عن تسلم ميدالية المركز الثاني ويخرقوا المبدأ الرياضي الا لانه الكابتن بتاع الفريق هو اللي ما صعدش. فعوقب حسين حجازي، غضب، زعل، حصلت ضغوط على انه يترفع الايقاف عنه عشان يسافر مع منتخب مصر يقوده في الدوره الاولمبيه في امستردام، الاهلي رفض الرضوخ. هي دي القصه ايضاح صغير بقى. اه الاهلي رئيسه جعفر باشا والي، اتحاد الكوره رئيسه جعفر باشا والي، ونائب الرئيس حيدر باشا رئيس نادي الزمالك. رئيس نادي الزمالك لما جعفر باشا
في النادي الاهلي اوقف حسين حجازي، مش منطقي ان يتقال ان جعفر باشا رئيس الاتحاد سعى الى رفع العقاب. طيب، قناه اون سبورت من القنوات الرياضيه الجاده المحترمه لا شك، اضافه قويه للاعلام الرياضي في مصر، ده قولا واحدا. فبالتالي لما احد ضيوفها او مقدميها من الزملاء الشباب يبقى معني بالتقليب في تاريخ الاهلي، فيعنينا هنا جمهور اون سبورت، لانه جمهور كبير، ودي قناه زي ما قلت لكم من القنوات الجاده المحترمه. في قناه اون سبورت يمكن من شهر فات الزميل المؤرخ او اللي اطلع بعد كده بالتاريخ اعلن عن ميوله. نشوف الاول. في مشكلة في الصوت على ما يجهز. ليه حتة التاريخ؟ هو المهندس عدلي أشار لحاجة، إنه المسألة جاية إنه جعفر والي باشا رئيس النادي الأهلي هو نفسه رئيس اتحاد الكورة، فهو اللي أخذ القرار أو هو اللي ترأس اجتماع مجلس إدارة النادي في اتخاذ القرار. لما يتقال إنه لا، ما هو جعفر والي باشا في اتحاد الكوره بيخاطب جعفر والي باشا في النادي الاهلي، لا المساله ما كانتش كده خالص. وما كانتش كده خالص بايه؟ بالمستندات. والواقعه دي تحديدا تمثل خلاصه ملك وكتابه. لا تأولني ولا تأول عني، يعني لا تتقول عليا ولا تأول كلامي. اللي بيني وبينك المستند. نشوف الفيديو في اعلان الزميل عن ميوله. انا طبعا مش زملكاوي، انا زملكاوي جدا 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 جدا، بس لازم الحق يقال ان في بعض المؤرخين اللي احنا بنتعلم منهم زي الاستاذ خالد والدكتور طارق والناس ديت، اكتشفوا الدكتور طارق سعيد اكتشفوا ان في مباراه في دوري منطقه القاهره كانت في موسم 25-26 انتهت بسداسيه لنادي الاهلي، ولكن للاسف لا يوجد معلومات مين اللي احرز الاهداف. هي كانت في الدور الاول والاهلي هو اللي خد البطوله ساعتها، رغم ان انا زملكاوي بس انا هبقى محايد جدا في الموضوع ده، ولازم يقول لي انا واللي عليه. الكلام فيما يخص الاستاذ عادل سعد اللي حضرتك سمعتوه ما عنديش اي خلاف ولا اختلاف حتى في حته انه الراجل قال لك مع ان انا زملكاوي هو قال كده، ده يحترم ويقدر، ما بنناقش الجزئيه دي خالص، وده حقه، وبقول لكم يقدر ويحترم. لكن لما انت تبقى الراجل عندك عواطف، جزئية التاريخ يا جماعة في التنقيب والتقليب في الورق القديم واختلاف الروايات تحتاج قدر من الموضوعية والأمانة، خاصة لما حدث كبير بيتعلق بأبو الكرة في مصر. ما تيجي نشوف بقى ايه. طيب عشان يعني خلاص هم عرفوا انه زملكاوي دلوقتي. طب هل تحدث عن واقعه ايقاف حسين حجازي وحاول ان ياخذها الى مسار اخر غير التي حدثت به نتيجه ان هو عواطفه حركته، ولا كان عنده مستند؟ قبل ما نناقش ما قاله نسمع ما قاله. سنه 28 في نهائي كاس السلطان حسين ما بين الترسانه والاهلي. حلو. مباراة انتهت 2-1 بعد ما كان الترسانة الاهلي متقدم بهدف مختار التتش. قدر علي رياض النجم اللي كان بيتنقل برضه من الاهلي للزمالك ومن الرجاله الاهلي والزمالك وده لعب بدورات اولمبيه كتيره جدا وكان هداف كبير في الكره المصريه. قدر ان هو يسجل هدفين، الترسانة كسبت. حلو. المشكله حصلت ان لعيبه الاهلي ما رضتش تطلع تستلم الميداليات بتاعه المركز الثاني. مين اللي موجود؟ يا وران الملك. حلو. مين رئيس النادي الاهلي؟ جعفر والي. مين رئيس اتحاد الكوره؟ جعفر والي. فرئيس اتحاد الاهلي حط رئيس الاتحاد الكوره اللي هو برضه اللي هو هو في مأزق، لان اليوران موجود ازاي اللعيبه ما تطلعش تستلم الميداليات. فقال لليوران ان اللي قال للعيبه ما تطلعش تستلم الميداليات هو حسين حجازي، ودي مش صحيحه على فكره، معلومه خاطئه. حصل بقى حاجات غريبه جدا، خطابات من النادي الاهلي، جعفر والي رئيس النادي الاهلي يبعت خطاب لجعفر والي رئيس الاتحاد يقول له احنا واقفين حسين حجازي، يقوم جعفر والي رئيس الاتحاد يرد عليه يقول له لا ده احنا رايحين كمان شهرين دوره الالعاب الاولمبيه في ده. بجد الكلام ده بيبعت نفسه جوابات ويرد على نفسه؟ بيروقراطيه
يرد عليه قال له لا ده احنا رايحين دوره العاب اولمبيه سنه 28 اللي هي في 28 في امستردام، ده لعيب مهم وكابتن الفرقه والنجم. يقوم رد عليه جعفر يقول له لا احنا لازم نوقفه لان هو عمل لنا مشكله. من يعني هنا يعني كان بيحصل اجتماع ما بينه وبين نفسه، جوات ما بينه لنفسه بس مش اكثر. والله العظيم القصه كلها رست ان حسين حجازي تم وقفه حلو وما راحش دوره العاب اولمبيه 28 واحنا عملنا فيها انجاز ان احنا طلعنا رابع فيها بعد الخساره من ايطاليا 11-3 في الثالث والرابع. حسين حجازي قرر ان لازم يسيب الاهلي ويروح المختلط. شوف الواقع احنا قلناها قبل كده، هو ضاف عليها ان يعني ملابسات المباراه والكبير يوران والملك كان حاضر والكلام ده ماشي، لكن مساله وانا مندهش لان كريم خطاب ده واحد من الشباب الرائع جدا اعلاميا، وهو وان كان زملكاوي لكن معتدل جدا ورائع جدا وموضوعي جدا. ما كانش ينبغي ان يقول والله يعني مش متعود منه انه يعني يتهكم في نقطه اولا بديهيه لا تستحق التهكم. هو لما يبقى جعفر باشا والي هيوقف حسين حجازي، ما كانش عارف وهو رئيس الاتحاد في ذات الوقت ان ده هيمنعه على الاقل من انه يروح المنتخب عشان يلعب الدوره الاولمبيه. كان عارف طبعا، ده هو مورست ضغوط على جعفر والي انه بصفته رئيس الاتحاد يفك الايقاف، فتحولها الى مسرحيه هزليه ان جعفر باشا يبعت جاب يقول لهم فكوه ويقوم يرد جعفر باشا يقول لهم لا. ده كلام يعني ما اعرفش، لا 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 يعني لا يستقيم ان يرد عليه باكثر من ان جعفر والي رفض الضغوط التي مورست عليه من داخل اتحاد الكوره ومن حيدر باشا لرفع الايقاف عنه. وفي كل الاحوال هو بيقول له جعفر والي بيكلم جعفر والي قال له اه والله يعني هو عاده مين اللي بيكتب الجوابات؟ سكرتير الاتحاد يعني. لا هو وانت برضو مش رئيس بيخاطب رئيس، انت بتتكلم على مجلس اداره مع مجلس اداره، مجلس اداره ومجلس اداره يعني ومجلس اداره فيه قيادات. هو اراد ان يحولها الى مشهد عبسي بس الحبكه بتاعته ما كانتش قويه. طب ليه بقى الحبكه مش قويه؟ وانا قلت لكم قبل كده بالذات ما يتعلق بالتاريخ، ويمكن دي فقره عنوانها الا التاريخ، العبوا في اي حته. وبعدين انا عايز اسال سؤال، لكن لما النتيجه ايه والنبي يا استاذ ابراهيم معلش عشان طب هو نتيجة الحوار الأنوي أنا مع نفسي اترفع الإيقاف؟ لا ما هو ده اللي احنا بنقوله، القيمة انتصرت. طب إذا كان طيب. إذا كان المنطق إنه جعفر والي باشا في اتحاد الكورة بعت لجعفر والي ما أمرش جعفر والي ما خلصهاش ليه؟ الله بالمنطق كده. ومع هذا خلينا نقول بس الحقائق التاريخية في هذا الموضوع. اتحاد الكورة مين مجلس إدارته؟ عشان ما تختزلهاش في الهد فقط في رئيس المجلس جعفر والي باشا. هو رئيس اتحاد الكوره بس النائب بتاعه محمد حيدر باشا، امين الصندوق محمد نجاتي بك، يعني الوكلاء في اتنين وكلاء، حيدر باشا والنبيل عباس ابراهيم، ادي اتنين وكلاء. في امين الصندوق محمد نجاتي بك، في الاعضاء حسين سامي، يوسف محمد، علي مخلص، محمد ابراهيم، مستر ريدالي، نجيب عوني، وصالح عبد الرازق. يعني مش جعفر والي باشا لوحده. ثانيا، هل وكيل المجلس وهو رئيس نادي الزمالك او نادي المختلط وقتها حيدر باشا هيتواطأ مع النادي الاهلي عشان مبادئ وتقاليد النادي الاهلي؟ هل النادي الاهلي عايز يرضي مندوب جلالة الملك كويس يوم مضحي بالراس الكبير قوي؟ طب هو الاهلي لما اجتمع ما كانش عنده فرصه يعاقب اي حد؟ وليه عاقب حسين حجازي وسكت وما فرقش معاه انه حتى حسين حجازي بعد كده يروح الزمالك؟ هقول لكم محضر الاجتماع عشان تشوفوا ازاي قيم وتقاليد النادي الاهلي من زمان قوي، من 90 سنه زي ما المهندس عادل بعد ما تقول انا ليا تعليق اصلي مستغربه، كانت بتخلي الناس فعلا بتهرش ولا زال. هي دي المشكله، الهرش ازاي يطلعك ان انت ما تقوليش بقى قيمه، يعني اكسبني سته وما تقوليش قيمه وتقاليد، لازم سته يعني يعني
طيب محضر اللجنه بقى، وده اللي احنا بنرد بيه، وده النهج العلمي في التعامل مع الوقائع التاريخيه. مش هنقلبها المكلمه ومش هنرغي، نرجع للنصوص. هذا محضر اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي من 90 سنة، من 90 سنة ده محضر الاجتماع. اجتمعت اللجنة العليا في يوم الثلاثاء 17 إبريل 1928 تحت رئاسة جعفر والي باشا، وبحضور كل من محمد محمود باشا، فؤاد أنور بك، فؤاد أباظة بك، محمد صبحي بك، أبو بكر راتب بك. واعتذر عن عدم الحضور جناب المستر سيمسون بخطاب أبدأ فيه رأيه في الموضوع المطروح، واعتذر تليفونيا أمين سامي باشا وتولى السكرتارية داود راتب بك سكرتير النادي. وبعد أن تناقشت اللجنة في موضوع عدم حضور لاعب النادي الأهلي لاستلام الميداليات في المباراة النهائية للكأس السلطاني التي أقيمت يوم 13 إبريل بالأرض الخضراء بحضور مندوب الملك، وتلا عليه الخطاب الوارد من لجنة الكأس السلطاني، وقررت ما يأتي. المباراة كانت يوم 13، الاجتماع يوم 17، بعدها بثلاث أيام. أولا ده المجلس اللي قرر بقى، مجلس إدارة النادي الأهلي. إبداء عظيم استياء اللجنة للسلوك المعيب الذي سلكه أفراد فرقة النادي بعد انتهاء هذه المباراة. إيقاف رئيس الفرقة حسين حجازي لمدة 3 شهور بصفته رئيسا للفرقة تقع عليه المسؤولية في كل ما حصل. بصوا التحديد، حصل انت تحقيق. الكابتن فعليك المسؤولية. لا، وحصل تحقيق، يعني عرفوا من خلال انه هو المسؤول. انذار باقي اللاعبين ما عدا رياض شوقي وزكي عثمان ليه؟ دي مجاملة ليهم ولا واسطة ولا ليهم حد قريب في المجلس؟ لا، لأنه الاثنين دول، لأن الأخيرين قام بالواجب عليهما وحضر لاستلام الميداليات، دول اللي طلعوا. رابعا، إبلاغ هذا القرار إلى لجنة الكأس السلطاني والاتحاد المصري لكرة القدم وتعليقه بلوحة النادي لمدة 15 يوما، وعلى سكرتير النادي مراعاة تنفيذ ذلك. شوفوا، ده قرار مجلس إدارة النادي الأهلي من 90 سنة، ازاي بينتصر للروح الرياضيه. لكن لو الراجل ده عايز يقول اصل دي كانت مجامله عشان مندوب جلاله الملك، لا، مش الاهلي خالص. لان انت لو بصيت حوالين الموضوع هتلاقي النادي الاهلي في الاربعينات لما صدر القرار بتاع عدم السفر لفلسطين وقت التهويد وقبل قيام دوله اسرائيل، الاهلي قام بدوره الوطني، وكان حيدر باشا ده نفسه رئيس اتحاد الكوره، ده اللي المختار التتش قال له لا يشرفني الانتساب للاتحاد، انت رئيسه. ممكن بقى، فمش الاهلي اللي هيجامل مندوب جلاله الملك. لا، الاهلي اللي هيجامل، خلاص. ما احنا نقدر نقول مش الاهلي اللي هيجامل، هيقول لك لا، ما انت طبعا هتقول كده. الاهلي اللي هيجامل كبير اليوران. طب حيدر باشا بيعمل ايه في اتحاد الكوره؟ هيقول له جعفر يا عمي انت، هيجامل الملك وكبير اليوران اللي هم زعلوا من القرار وحاولوا يلغوه عن طريق حيدر باشا عشان المنتخب. ادي اول تناقض. الواقعه نفسها اللي ذكرها الاستاذ سعيد، عادل سعيد، ما فهمتش هو ذاكرها ليه؟ يعني هل بيقول ان ما حصلتش؟ لا، ما قالش ما حصلتش، انما فهمها بطريقه ثانيه وقال فهمتها كذا. حتى الطريقه اللي فهمها فيها بتدعم الموقف المبدئي بتاع النادي الاهلي. اذا كان قد حدث هذا في وجود الملك وكبير اليوران، وثم مفيش الملك، مندوب، هو بيقول قال كده. لا، كان مندوب. ما هو بص، طب ممكن تجيب الكلام اللي قاله استاذ ابراهيم؟ انا بقول لك المحضر بتاع الاجتماع، مش محضر الاجتماع. طب هقول لك على حاجه، تعالى خرجت خلاص الملك، مش حاضر يا استاذ ابراهيم. انا ليه غرض من مناقشه الموضوع؟ الموضوع انا عايز اقول لك ان كبير اليوران، خلاص فهمت انه قال الملك، ولا نعتقد انه قال الملك في وجود الملك وكبير اليوران، قال كده. ممكن يكون سمعتها وهي مندوب الملك، لكن هي دي لب الموضوع؟ لب الموضوع بيحكيها لغرض ولا ما بيحكيهاش لغرض؟ بيحكيها لغرض تشويه الواقع، ان ياخدها في سياق
تشويه الواقعة، خلينا نبقى صراحة. ما تشويهها يعني بس عن طريق ايه؟ عن طريق ايه؟ ان ده مش موقف مبدئي، ده كان رئيس اتحاد ورئيس اتحاد عاملين ما معناه تمثيلية. فانا هنا المعني بان اناقش هذا الموضوع من ناحيه موضوع استاذ ابراهيم، ما يعنينيش مين اللي كان حاضر او مين اللي مش حاضر. اللي كان اللي يعنيني ان هو بيقول ان جعفر ولي باشا انت اثبتت بالمحضر ده ان حصل مناقشه من اعضاء مجلس الاداره وكلهم اسماء صنعت تاريخ النادي الاهلي، واستقر على تحميل المسؤوليه نتيجه المناقشه اللي هي بمثابه التحقيق، وهو الكابتن وهو اهم لاعب في مصر، وهو الذي كان يطلق على الفريق فريق حجازي، والذي بعد هذا بعد الايقاف حصل مشكله وقال انا هاخد الفرقه واروح الزمالك، ولم يشكل هذا ضغطا على مجلس اداره مجلس الاداره وقراره برئاسته جعفر والي، ها اللي هو رئيس الاتحاد اللي كان يعني يخاطب الاهلي برؤيه مجلس اداره الاتحاد، ولكن النتيجه ايه؟ تم ايقاف حسين حجازي. هنا ده اللي يعنينا في الموضوع، اهم لاعب والاهلي لم يتعرض او يرضخ للضغوط تحت ضغط ايه؟ لا يزعل ويمشي، لا يزعل ويمشي. كانت النتيجه ايه؟ هو نفسه قال لك كسبنا المركز الرابع، كسبناه في غيبه حسين حجازي وبزغ نجم مختار التتش في هذه الدوره. ده السياق اللي احنا بنرد بيه. ارجو ان انا المعلومه ليا انا، عايز بس الاعداد يؤكد لي مين اللي حضر المباراه النهائيه، هل انا سمعتها غلط مندوب الملك ولا الملك وكبير اليوران، ولا هو مندوب الملك كان مندوب كبير الملك. اليوران ده الارجح اللي انت بتقوله مندوب جلاله الملك. بصوا يا جماعه، هو ده النص حتى اللي وارد في محضر مجلس اداره النادي، بحضور مندوب الملك الكأس السلطانة التي أقيمت يوم 13 إبريل بالأرض الخضراء بحضور مندوب الملك. ما علينا. طيب ده محضر اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي اللي أنتوا شفتوه من 80 سنة، سنة 28. الأهرام، وكان مسؤول القلم الرياضي فيها وقتها إبراهيم علام جهينة. وده كان راجل معروف إنه زملكاوي. ده نص ما ورد في الأهرام يوم كان بقى، عشان بقول لكم ملك وكتابه لما بيرد ما بيردش كلام هرتله وفض مجالس. الحقيقه الزميل محمد مصطفى يعني اجتهد كتير في انه مش بس محضر اجتماع مجلس اداره النادي، ما دي وثائق، لا وثيقه الاهرام مستندات في الرد على الواقعه نفسها في يومها. الاهرام في 19 ابريل 28 يعني بعد اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي وإيقاف أبو الكرة في مصر وقتها حسين حجازي، جهينة قال إيه؟ المشكلة لها أولوياتها وخطورتها، إن لاعب الأهلي لم يتقدموا يوم 13 إبريل حيث تتشرف الأرض الخضراء بمندوب جلالة الملك أو بمندوب جلالة مليك البلاد لاستلام الميداليات الفضية بعد انهزامهم من الترسانة، وتقدم منهم اثنان فاستلم أحدهما الميداليات بالجملة، مع أن التقاليد الرياضية والاجتماعية تقضي بضرورة الرضوخ لا لنتيجة اللاعب فقط ولا لنتيجة الحظ فحسب، بل لإثبات نبالة مركز الرياضيين. نبالة، شوف 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 القيم. ما حدث من الأهليين اللي هم لاعبي الأهلي يومئذ شديد الواقع على كل رياضي سمع به. بصوا القيم كانت عاملة ازاي، بصوا المجتمع كان منزعج جدا، واعتبرها مصيبة. مش ناس بتنسحب وتشاور لبعضها دلوقتي وبتشاور بس. ما حدث من الاهليين يومئذ شديد الوقع على كل رياضي سمع به، واشد منه وقعا على من رآه رأي العين، وقد اوشكت هذه المشكلة، ده جهينة في الاهرام، ان تحل بعد أن أخذت شأنا كبيرا في الدوائر والمراجع العالية، فانتهى درسها الأول في النادي نفسه. بص بقى، ده راجل زملكاوي بيكتب بعد 3 أيام اعتبر اللي الأهلي عمله ده الدرس الأول. فانتهى درسها الأول في النادي نفسه على أن يوقف حجازي 3 شهور، لأنه ثبت للجنة النادي
أنه هو المسؤول عن ذلك بصفته رئيس الفرقة، يعني كابتن الأهلي. وبيقول جهينة في الأهرام: إذن فلا شك في أن هذا الحل سيعبر عن استهجان النادي لما حدث. ده وصل للمعنى الحقيقي. وهو أمر لا يشك فيه إنسان. حطوا لي 10 خطوط عشان لما يطلع واحد بعد 90 سنة يشكك دلوقتي أقول له راجل ده تقريبا جهينة شاور عليك سنة 28. سنة 28 جهينة شاور عليك إنه بعد كده هيطلع إنسان يشكك. فالراجل قال في الأهرام يدعم هذا الرأي. قال لك لما حدث وهو أمر لا يشك فيه إنسان. يدعم هذا الأمر أستاذ إبراهيم. ويؤكده الوثيقة الثانية. ما جاء بالمصور. المصور بقى في 27 إبريل 1928. يعني بعد 10 أيام من قرار مجلس إدارة النادي الأهلي. قالت المصور تحت عنوان وقف حجازي 3 شهور بعد هزيمة الأهلي. المصور انطلاقا من إدراكها للنادي الأهلي وثوابته وإزاي بيتصرف، خدوا بالكم سنة 28 يعني الأهلي يدوب كان بقاله 20 سنة فقط. بس بصوا المصور الجملة اللي قالتها صحفيا جملة مهمة جدا. أشرنا في العدد السابق إلى ما حدث بعد مباراة الأهلي والترسانة وخروج الأول مهزوما وامتناعه عن تسلم الميداليات من مندوب جلالة الملك، وأعقبنا هذا برأينا واستنكارنا لهذا الحادث واهتمام الدوائر الرسمية بشأنه. بصوا بقى علشان اللي بيشكك دلوقتي المصور بتقول ايه؟ وكان ما توقعناه. يعني هم نفسهم في المصور توقعنا الأهلي هيتصرف كده، مش هتفرق معاه لحجازي ولا غيره. المصور بتقول وكان ما توقعناه. فانعقدت لجنة النادي الأهلي برئاسة معالي جعفر والي باشا وعضوية أصحاب المعالي محمد باشا محمود، فؤاد بيك أباظة، فؤاد بيك أنور، محمد بيك صبحي، داود بيك راتب، وأبو بكر بيك راتب، والمستر سيمبسون أرسل برأيه كتابة وقد اتصل بنا قرارها الآتي. وراحوا ناشرين نص القرار اللي قريته لحضراتكم من واقع محضر مجلس الإدارة. هذا كلام جميل جدا يا أستاذ إبراهيم. إذن اتفق المجلة قالت إيه؟ المجلة بس قالت إيه بعد ما استعرضت القرار بكل تفاصيله اللي إحنا قريناها له. بتقول المصور: والقرار في ذاته، الإخوة اللي بيتريقوا دلوقتي وقلبنا تمثيلية بجد، والقرار في ذاته حازم وقوي ويصون سمعته في المستقبل ويمنع تكرار الحادث. بصوا بقى الجملة اللي بتمثل نبراس للنادي الأهلي، ليه الأهلي بيتصرف كده؟ بيمنع تكرار ده في المستقبل، بيخط الخطوط بتاعت مستقبل ودستوره. هذا عن توثيق الحادث. أصبحنا متأكدين دلوقتي يا جماعة أن الحادث حدث كما جاء السرد في محضر مجلس الإدارة ثم الأهرام ثم المصور، وأن هناك تأكيد على أن كان ده متوقع من الأهلي لأن هذا نهجه وأنه بيمنع تكرار الحدث. إذن القيمة التربوية الواضحة جدا جدا التربوية التي يريد البعض أن يقفز ويتجاهلها كانت وراء هذا القرار. تعال بقى الفصل الثاني بقى الرد الفعل بقى الفصل الثاني إزاي حصل الضغوط والتمثيليه الهزليه بتاعت اصل جعفر والي باشا كلم جعفر والي باشا اصل مش عارف حصل ايه. طيب ايه اللي حصل في الفصل الثاني من هذه الازمه؟ الاهرام في 23 ابريل شأن اي حادث، شأن اي وقعه كبيره تحصل بمجرد ما تقدم شويه تبتدي اصوات تطالب بتخفيف الايه القرار والجزاءات. وهنا ياتي دور الاهلي الذي يعني لا ينجرف ولا يرضخ لمثل هذه الامور. بدات شوف التعبير بقى اتفضل ظهرت اصوات تتحدث بصوت خفيض يعني كده على حياء يعني او استحياء تدعو لايقاف العقوبه، وكتبت الاهرام تحاول ايجاد مخرج لحسين حجازي وان كانت لم تبرئه. ففسروها ازاي بقى؟
فسروا ان اصل حسين حجازي كان خجلان من المباراه، وكان خجلان يطلع يستلم، وكان خجلان من الهزيمه، وكان ولكن لم يكن سيء النيه او انه عايز يكسر قيمه ولا يكسر مبدا. نقرا بسرعه، بس انا شرحت لكم هناك فريقا من اعضاء لجنه انت احسن مني في القراءه. يلا الاهرام بقى في 23 ابريل الفصل الثاني لمحاولات الضغوط بقى مسألة إيقاف حجازي. قالت تحدثت الصحيفة عن تحرك بعض المعجبين به ومحبيه لتقديم التماس لرفع الإيقاف، وأكملت الأهرام: هناك فريق من أعضاء لجنة الاتحاد العليا في اتحاد الكورة يميلون إلى تعضيد هذا الالتماس لإخراج حجازي من هذا المأزق الذي ينسبونه إلى خجل حجازي لا إلى تعمده الإهانة أو رفض التشرف باستلام الميداليات، على أن كل رياضي مصري وحجازي أول الكل يفقه معنى التقاليد الرياضية، وما من أحد منهم يستطيع أن ينكر حبنا جميعا وتقديرنا جميعا ولإطاعتنا جميعا وولائنا جميعا لحكامنا وأولي الأمر منا. يعني عايز يقولوا الأهرام الراجل ما قصدش يقلل من شأن مندوب الملك. فالرياضة تعود النفوس للطاعة وتميلها للإطاعة وتخلدها للولاء، وما من أحد يجرؤ أن يقول أن هناك في عالم كرة القدم رجلا يقصد إهانة أحدا أو ينتهي به الأمر إلى امتهان أحد. حلو، مقدمة طبطبة عشان إيه؟ خلاص الرجل ما يقصدش، لو كان مكسوف من نفسه ومكسوف من النتيجة. وكل ما هنالك بتقول أهرام، وكل ما هنالك أن حجازي تورط بحكم خجله. دائما المصريين يدوروا لها على أي تخريجة. ومركزه بحكم خجله ومركزه، فكبر عليه أن يذهب في وسط هذا الجمع فيرى بعينه موقف الانهزام الذي لم يتعوده، وأنه أخطأ، وكل إنسان عرضة للخطأ، وكل خطأ لابد أن ينظر فيه للنية والقصد. دي مرافعة بقى. وما دامت نية حجازي حسنت من الناحية التي قدرت الإساءة إليها، وما دام قصد حجازي هو التواري عن أعين النظارة لا رفض المثول بين يدي سعادة مندوب جلالة الملك ومن كان حاضرا معه، ما دام هذا وذاك لم يكن مقصودا منه الإهانة إلى أحد أو الإساءة إلى أحد، بل كان خطأ موضعيا ما كان له وجود لو أن فريق حجازي ربح. لهذا وتبرئة للرياضيين من تهمة كالتي وصم بها حجازي، نطلب إلى الهيئات الرياضية أن تسعى جهدها لإزالة عقوبة حجازي حتى يزول ما علق بالأذهان من جرائها. نجى الله الرياضة من شر الرياضيين. دي افتتاحية الأهرام في صفحتها وقتها. هذا يا أستاذ إبراهيم كان التخريجة والالتماس والمجهود الذي بذل عشان رفع الإيقاف، لكن رد فعل النادي الاهلي كان ايه بقى؟ ده اللي عايزين، وده المهم. كلمتين ورد غطاهم. لا، ده هنا الواقعه المهمه بقى. اتحاد الكوره بعد ما الجو تم تهيئته لمحاوله تلطيف في المساله عشان نقدم الالتماس عشان الراجل يسافر مع المنتخب للاولمبياد. ما ده اللي هنقوله اهو، ما كنت هقراه. لا، ازاي مجلس اداره الاهلي اجتمع بقى؟ اجتمع لان اتحاد الكوره يعني حب ياخد الكلام ده ويبعته لمجلس اداره الاهلي في شكل التماس. طيب، هو طولي بقى طولي بقى: ونتيجه للضغوط ارسلت اللجنه التنفيذيه للاتحاد طلبا لاتحاد الكره للنادي الاهلي ترجو رفع الايقاف. الاهلي مين اللي راس الجلسه؟ عشان مش جعفر ولي باشا بقى. جعفر ولي باشا ما حضرش عشان تشوفه رفع الحرج. ايوه، اتحاد الكره ورئيسه جعفر ولي باشا بيبعت جواب للنادي الاهلي يرفع الايقاف عن حسين حجازي. جعفر والي باشا رئيس النادي الاهلي ما بيحضرش الاجتماع ويسيب المجلس يتصرف. شوفوا التقاليد وشوفوا قوه القرار اللي الراجل الزميل اللي اتكلم مش واخد باله منه. نقف هنا، يقول لك ايه؟ اصل جعفر باشا بيبعت لجعفر باشا، فجعفر باشا بيرد على جعفر باشا. ده هو قال لهم ابعتوا الالتماس، ها؟ والمجلس يتصرف. والمجلس يتصرف، هو عارف المجلس هيقول ايه. والا ما كان من الاول. بصوا، محضر اجتماع مجلس اداره الاهلي وهتشوفوا صورته. اجتمعت اللجنه العليا للنادي الاهلي يوم الجمعه 4 مايو 1928 بحضور كل من فؤاد اباظه
وفؤاد انور وابو بكر الراتب وجناب المستر سيمسون واعتذر عن الحضور جعفر والي باشا وامين سامي باشا، ونظرت في المسائل الاتيه. اولا، نظرت في الالتماس المقدم من اللجنه التنفيذيه الخاص بمساله ايقاف رئيس فرقه كره القدم حسين حجازي، فقررت عدم قبول اعاده النظر في ذلك. كلمه ورد غطاه، مش هنبص في مش هنبص. طيب نخش بقى ها في القيمه الكبرى. توقيت اتخاذها لان في ناس طلعت برضو قالت لك الاهلي ما بياخدش القرارات القويه الا قدام بيتشطر على الضعيف. بيتشطر على الضعيف. وردينا على دي في حين تقريبا ما بيتشطرش الا على الكبير قوي. لا، الاهلي ما بيتشطرش، الاهلي بيعمل صح، ضعيف قوي هيعمله. واخد بالك؟ لكن الناس لا تتوقف الا امام القرار اللي بيتخذ على القوي، هو ده اللي التاريخ بيسجله. بالظبط. الضعيف ما خلاص. فالنهارده بيقول ايه بقى؟ قيمه هذا القرار، وانت تعلم وعايزين الناس يعلموا معانا، انه كان قبل 3 ايام من مباراه نهائي الكاس امام المختلط. الاهلي رفض رفع لقاب، والمنتخب ذهب للاولمبياد بدون حسين حجازي، عمل نتيجه تاريخيه، رابع الدار الاولمبيه بدون حسين حجازي، ودي كانت بطوله العالم، والكره ما كانش في بطوله عالم وقتها، كان هي البطوله الاهم لان كاس العالم لسه. لكن في الاهرام قالوا ايه بقى؟ دعونا ننظر الامر من ناحيه اخرى. تخيل ان مجلس اداره الاهلي يوقف حسين حجازي يوم 17 ابريل، وبعد 3 ايام لديه مباراه في نهائي كاس الملك، كأس مصر مع نادي المختلط، لم يفكر الأهلي في أنه يمكن أن يخسر الكأس بعد خسارة كأس السلطان. يعني هيلعب كأس الملك بعد كأس السلطان اللي خسرها، مالكش ما تسيبه لبعد المباراة. لا، إنها الأخلاق قبل البطولة، ولو أن الأهلي فكر في البطولة لأجل قرار الإيقاف 3 أيام ليلعب حسين حجازي، ولكن الأهلي يلعب مع المختلط يوم 20 إبريل سنة 28 ويفوز بهدف محمود مختار التتش، يحقق الحسنيين، الدعم بالأخلاق والفوز بالبطولة، ودائما ما يكافئ الأهلي على مثل هذه المواقف. تاني ما قالته الأهرام، احنا شفنا محضر الاجتماع، بس الجملتين اللي قالهم المهندس عادل دول نقلا عن الأهرام اللي اتنشروا في 21 إبريل 28، ده وسام على تاريخي على صدر النادي الأهلي. احنا بنقرا من النصوص، والنصوص موجوده في دار الكتب. بصوا، الاهلي يفوز بكاس فاروق. بتقول الاهرام، دعونا ننظر للامر من ناحيه اخرى. تخيل ان مجلس اداره الاهلي يوقف حسين حجازي يوم 17 ابريل، ولديه بعد 3 ايام مباراه في نهائي كاس مصر مع نادي المختلط، ولم يفكر الاهلي في انه يمكن ان يخسر كاس مصر. نخسر مباراه، نخسر بطوله، ما نخسرش المبدا، ما نخسرش القرار. هو ده النادي الاهلي اللي الناس تعبها قوي، حته المبدأ وتقديم قيمه المبدا والقرار على البطوله وعلى المباراه. تقريبا الموقف ده تكرر كتير. لا ده هو انت في ربط هنا. بس مش سارد على سبيل الحصر، هم ساردين لنا ايه اللي حصل مع ابراهيم سعيد، ايه اللي حصل مع كابتن حسام، وانا بقول ايه اللي حصل مع الكابتن ابراهيم وهو يمثل منتخب مصر، ما كانش مع النادي الاهلي في المغرب. في المغرب. وياتي الاهلي وقفوا وبعدين اتحاد الكره دعم هذا الايقاف وزايد عليه، وعندما اراد اتحاد الكره رفع الايقاف رفض الاهلي. رفض الاهلي. واللي حصل مع 85 في ايقاف فريق بالكامل. فريق بالكامل، وغير وماتش الزمالك برضه. وماتش الزمالك والاحداث تتوالى، لو عايزين نذكرها لان ذكرناها كتير. فمحدش وعلى فكره هو ايه اللي بيخلي النادي الاهلي ياخد، انت قلتها بس خاطف، ان النادي الاهلي يعني انطلاقا من تاريخه بيقرر حاضره ويستشرف مستقبله. ايوه، انه بيستمر على هذا النحو، محدش يجرؤ عشان ما يجيش يقول تم كسر المبادئ على يد او في عصر فلان، محدش يجرؤ. هذه تابوهات سموها الكلام اللي احنا كنا بنقوله، هذا هو الفارق والذي صنع الاهلي وصنع عظمته. تاني، الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب عشان عظيم. وفي كل مره
استاذ ابراهيم انتصر الاهلي للقيم والمبادئ وفقه الله، خضعت له النتائج. صحيح، خضعت له واحتفى به التاريخ. هذا هو النادي الاهلي، فما تجيش تقول كلام، لان الحمد لله كله موثق، كله مكتوب كما حدث، كما حدث. يعني مش عايز اجيب امثله من الحاضر لحاجات تانية، لا مش هجيب. في وجود برضو مندوبين، لا مش هجيب. الاهرام في 28 تقول لو ان الاهلي يفكر في البطوله لاجل قرار الايقاف 3 ايام فقط ليلعب حسين حجازي. ده الفصل الثالث. الفصل الاولاني اجتماع بعد يومين من المباراه وقرار بتعاقب الكابتن الفرقه، ويتقال ما كان للاعبين ان يمتنعوا عن الصعود لتسلم الميداليات لولا ان الكابتن. وبعد كده الراجل اللي اتكلم عادل سعيد يقول لك مش حسين حجازي اللي حرضهم. يا عم احنا ما جبناش حاجه من عندنا، احنا بنقرا لك اللي اتكتب في الناس اللي عصرت في محضر اجتماع رسمي، في اللي نشر في الاهرام، في اللي نشر في المصور. عشان كده بنقول الا التاريخ، الا التاريخ بجد. التاريخ وحش، التاريخ كويس هو تاريخ. ودايما وابدا النصوص الحيه هي الحاسمه. ليه عايز تجرده من النباله؟ يعني عايز تجرد الواقع من النبل ليه؟ ايه مصلحتك؟ ملهاش دعوه انك انت اهلاوي او زملكاوي. الواقع حدثت واتخذ فيه قرار وتقدم التماس ورفضه الاهلي ولم يحضر جعفر. والمساله مش مساله ان واحد بيكلم نفسه، لا ده كيان بيكلم كيان، وحتى بقيه الناس مؤسسه بتكلم انت مؤسسه. انت بص الاسماء اللي كانت حاضره الاجتماع مين؟ واللي كانت في اتحاد الكوره مين؟ واتحاد الكوره مين؟ الله. فده يعني كلام ما ينفعش كنا نعديه يا استاذ ابراهيم. احنا بنقول للناس لا، لما يجي يقول لك الحق اتقال عليك كذا، لا مش هلحق. لكن الحق لما كتب على الاهلي حاجه غلط او يتم التقاول على النادي الاهلي. مش عندكش كده مزاج. هو في حاجه كمان يا باشمهندس في كل ده. انت لما بتاخد قرار تاريخي ضد الراس الكبير قوي حسين حجازي ويهدد ويقول لك هيروح الزمالك، وفي مره في اجتماع للمجلس قال لك فليذهب اينما رغب، لكن في النهايه مش هتغير قرارك، تقوم الاقدار تهيئ الفرصه لنجوم واحد زي مختار التتش. اي طبعا. لا ويطلع لك ايه عشان يكون رائد دعم القيم والمبادئ؟ هو اصلا هو خرج من رحم الازمه، خرج الازمه، ازمه المبدا، وفي ضوء الانتصار ده العظيم مختار التتش. يعني هو نفسه خد درس بالظبط. تشبع بهذا الزهو وعرف ان يعني ايه الاهلي اكبر من نبل القيم والمبادئ التي ينتصر لها الاهلي. عايزين ندرس شويه في المنتخب.